ما شاء الله من الفحل الخياط الأم بسيمة مبروكة الملك أبو عبد الله الماز كعبية والمدرب محمد الماز والخياط سيكون خالد السعدي معنا أول المنطلقين إلى بعملية الإحماء نحو جهاز الانطلاق طريق الكريم ترفعها البريق الأمل الأم المهر الملك سعيد البيروتي المدرب أيضا سعيد البيروتي والخيال وليد كنعان معنا أيضا أزهر الهيب من الفحل المجاهد الملك محمد كريم المدرب علي حماد كريم والخيال اياس ابو جبل معنا المورو وذكرنا من فعل الخياط الام بسيمه مبروكه للمالك ابو عبد الله الماز كعبيه المدرب محمد الماز والخيال خالد السعدي وكريم البريق ثلاثة مشاركين في المجموعة السابعة شوط مسك الختام من مهرجان اليوم أظن أن جميع المشاركين داخل جهاز الانطلاق وفعلا إخواني ينطلق الشوط السابع شوط مسك الختام من مهرجان اليوم على بركة الله المورو مع خالد سعدي متصدر المجموعة منذ البداية بسم الله ما شاء الله المورو متصدر المجموعة كريم البريق بالمرتبة الثانية مع وليد كنعان أما أزهر الهيب مع ياس أبو جبل بالمرتبة الثالثة ما يزال المورو متصدر ما يزال المورو متصدر بدخوله المنعطف في الأول بسم الله ما شاء الله الخيول الآن تدخل المنعطف الثاني نحو المنعطف الثاني المورو أزهر الهيب وكريم البريق الخيول ما بين المنعطفين وما يزال المورو متصدر الخيول تدخل الخط المستقيم وما يزال المورو متصدر أزهر الهيب مع ياس أبو جبل يحاول كريم البريق مع وليد كنعان يحاول إلا أن المورو يبقى التنازل على المرتبة الأولى المورو 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 مع خالد سعدي بالمرتبة الأولى أزهر الهيب مع ياس أبو جبل بالمرتبة الثانية وكريم البريق وليد كنعان بالمرتبة الثالثة إخواني بسم الله ما شاء الله المورو 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 بسم الله ما شاء الله من الفحل الخياط الأم بسيمة مبروكة الملك أبو عبد الله الباص كعبية المدرب محمد الماز والخيال خالد السعدي مبروك ألف ألف مبروك إذن إخواني أبو موسى مصطفى سعدي يسلم كأس المرتبة الأولى للخيال خالد سعدي مبروك أبو عبد الله مبروك هلا بالموازنة كلهم الثاني أزهر الهيب للفعل المجاهد الملك محمد كريم المدرب علي حماد الخيال إياس أبو جبل بسم الله ما شاء الله مبروك ألف ألف مبروك محمد كريم خالد تعشوف شو يعمل فيه صاحب المرتبة البريق كريم كريم البريق صاحب المرتبة الثالثة من الفحل البريق الأمل الأم المور الأم الموهر الملك سعيد البيروتي
مدرب سعيد البروتي ابو سلام، الخيال كان وليد كنعان. صورة تذكارية. اذن اخواني نشكر كل من ساهم ودعم هذا المضمار، موعدنا ان شاء الله بعد اسبوعين من اليوم، الى حين لكم منا كل الشكر والتهاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.